وصفتنا لليوم هي وصفة التشيكن بايتس مع صويا صوص. رح نبلش اول شيء بالدجاج، بده يكون مقطع، ملعتين من الطحين، ملعقة حليب، فينا نحط كمان بيكنج باودر لحتى ينفش شوي، وشوية نشا كمان نص ملعقة. من بعد ما قلينا الدجاج صار وقت انه نعمل الصوص. ملعتين كاتشب، ملعتين زيت السمسم، 3 ملاعق صويا صوص، رشة سكر